أما بعد أيها المسلمون عباد الله، أخرج الإمام الترمذي في السنن والحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي ونقل ابن كثير في تفسير سورة الأنبياء ما صحح الإمام الألباني عليهم رحمة الله قصة سعد وعثمان رضي الله تعالى عنهما. قال: مر سعد وهو يحكي، قال: دخلت أو مررت بعثمان ابن عفان رضي الله عنه آنفا في المسجد، قال: فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال: فأتيت أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وكان آنذاك أميرا للمؤمنين. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، أحدث في الإسلام شيء؟ قال: لا، ومما ذاك؟ يعني ما هو السبب الذي دفعك إلى أن تسأل هذا السؤال؟ قال: فإني مررت بعثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه آنفا فسلمت عليه فملأ عينيه مني، يعني نظر إلي، ومعناها استمع إلى سلامي، يعني عاين فيه مدة واستمع إلى سلام ولم يرد علي السلام. قال: فدعا عمر رضي الله تعالى عنه عثمان. وهذا فيه أيها المسلمون أن الحاكم الواجب عليه أن يتفقد دين الناس ودنياهم، وهذا من واجبات الحاكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. فالحاكم مسؤول عن دين الناس ودنياهم أمام الله عز وجل يوم القيامة. ولهذا إذا كان الإمام عادلا كان في أعلى أو من أعلى درجات الناس يوم القيامة، وإن كان ظالما كان من أسوأ الناس عذابا يوم القيامة، لأن ما علق في عاتقه من المسؤولية أعظم من غيره. فدعا عمر أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه عثمان فقال له: ما منعك أن تكون رددت على أخيك السلام؟ السلام سنة ورده واجب، ما الذي منعك يا عثمان أن ترد على أخيك السلام؟ عجيب، عثمان قال: ما فعلت أبدا، ما فعلت. قال سعد: حتى حلف وحلفت. حلف قال له سعد ده ما سلم عليه ذاته، وسعد حلف بالله إنه سلم عليه، وكلاهما صادق ما في شك، لكن في حاجة، السبب شنو الذي جعل عثمان
لم يسمع السلام مع انه ملأ فيه عينيه عين له. قال ثم ذكر عثمان بعد ذاك الذكر بعد ما حلف ثم ذكر عثمان قال واستغفر الله واتوب اليه. قال مررت بي صح انت مريت بي وسلمت علي. قال مررت بي آنفا وأنا أذكر كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تذكرتها إلا وأصاب قلبي أو سمعي وبصري غشاوة. قال له والله الكلمة دي أنا لما أذكرها عيني مبسوفا وإذني ما بسمعان. بالله يا اخوان نشوفوا الصحابه ديل ذاتهم عن الدين ده رسخ في قلوبهم كيف؟ وتعمق في نفوسهم. الزول بيذكر كلمه تاني قدامه شنو؟ ما بيشوفه واللي يتكلم معه ما بيسمعوا ذاته. زول بيكون مدنقر كده. هسه انت في زماننا ده اكلت لك زول مدنقر بيفكر لدرجتين وتسلم على ما يسمعك ده معناه ماله؟ ده بيكون عنده بضاعة ماسكنها في الجمارك هناك قبل التمرق. ولا بكون المرأة دايرة تلد وفكر في السماية. ولا مو كده. ولا الولادات رسوم المدرسة قربت. مهموم. ولا مفلس. الفلس ده ذاته صعب. بخلي زول لا بيسمع لا بشوف تاني. ممكن تلقى زول مهموم يكون له سبب زي ده. الصحابة ما هموا الدنيا. عثمان ده وقت ما سمع ولا شاف ما مفلس. في زمن من الأزمان كان عثمان أغنى من الدولة الإسلامية. رأيك شنو في الكلام ده؟ زول أغنى من دولة تعادل كثير من الدول الآن الموجودة كويس؟ أغنى منها كلها. أصابت المدينة ذات مرة ضائقة ومجاعة قحط شديد ما في أكل ذاته بقروشك تشتري ما في كويس. والصحابة ناس عندهم دين بيعرفوا يرجعوا لربنا مش زي نحن المكورك سان احنا في الفاضي كواريك في الفاضي بس حل ما في كواريكنا دي ما بتحل المشكلة كلها. عثمان رضي الله عنه عنده قافلة داخل على المدينة محملة بالأطعمة والمدينة فيها مجاعة. أسألك بالله كلموا فيها تجارنا بتاعنا الزمن ده يقول لك خلاص الدنيا جاتني وأنا دي فرصتي. الناس جعانة والأكل ده الناس بيشتروا بأي ثمن. ما ده أكل يموت يعني بيشتري ممكن تبتز الناس زي ما بيعملوا الليلة. يا أخي ناس عجيبين جدا. نعم البلد فيها غلاء لكن في بعض التجار عندهم بشع وعندهم ظلم واستغلال لأوضاع الناس. يعني عشان في غلاء انت تبيع بمزاجك وتبتز الناس فيما لا يستطيعون رده. يبيع لك بسعر يقول لك كده بس داير شيل ما داير امشي يلا فتش في اي محل ثاني كويس. عثمان رضي الله عنه جاءه التجار والتجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فجار إلا من بر وصدق. هل شفت في التجار الزول الكويس نادر جدا تلقى لك زول كويس. فجار إلا من بر وصدق كويس. فجاءه التجار فعرضوا عليه قالوا لو نشتري منك بضعفيها نديك فيها زيها مرتين الغافلة بتاعتك دي. فأبى. قالوا بثلاثة أضعافها. قال سمعت أكثر من ذلك. مش في السوق هسه بقول لك الدنيا أكثر من كده. قالوا بأربعة بخمسة إلى عشرة أضعافها. قال سمعت أكثر من ذلك. الأكثر سمعوا ده شنو؟ قول الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة
مئة حربة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أول ما وصلت القافلة فرقها على فقراء المدينة مجان. شكل عثمان لما مهموم وما بيسمع ولا بيشوف، ما مفلس يا ناس، نحن همنا كله بس في فلسنا ده. عثمان قال ذكرت كلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم زمان، كلام ده في عهد عمر بن الخطاب، قال ما سمعتها إلا تغشى سمعي وبصري غشاوة. فقال له سعد، لاحظ انتقل سعد من وضعه الأول، أكان في الأول ماله زعلان من عثمان، كيف يسلم عليه وما يرد عليه السلام؟ لكن الآن ما دام المسألة بقت فيها فوائد وفيها كلمة بتغبي بالزول، والزول ما يسمع ولا يشوف، والكلمة المهمة دي والدعوة المستجابة دي، انقلب سعد من الحديث عن سلام عثمان إلى تلمس هذه الفائدة والانتفاع بها. قال أنا أذكرها لك، مش الكلمة اللي خلتك ما تسمع ولا تشوفني دي، أنا أوريك ليها. قال سعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول دعوة، قال فدخل أعرابي فشغله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دار أعلمكم دعوة مستجابة، دخل أعرابي وشغل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ينتظروا. قال فلما انقضى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، قال فأشفقت أن يسبقني إلى داره. سعد لسه متذكر وداري يعرف الكلمة دي شنو والدعوة دي شنو. قال فلما أشفقت أن يسبقني إلى داره قال ضربت برجلي الأرض، مشي وراه والنبي صلى الله عليه وسلم على بيته، لما خاف يدخل البيت وما يوريه هذه الدعوة قال ضربت برجلي الأرض. فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت فقال من هذا؟ أبو إسحاق، يعني أبو سعد. قال قلت نعم يا رسول الله. قال فما، يعني موضوعك شنو؟ سؤالك شنو؟ قال فما؟ قال قلت يا رسول الله ذكرت أول دعوة وجاء هذا الأعرابي فشغلك. قال نعم هي دعوة أخي ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده الشاهد من القصة، ما دعا بها مسلم في حاجة إلا أعطاه الله إياها. وفي رواية ما دعا بها مكروب إلا نفس الله تعالى كربته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، دعوة ذي النون عليه السلام وهو نبي الله يونس، والنون هو الحوت، وسمي بذي النون لأنه كان صاحب الحوت. لما خرج من قومه هم في منطقة نينوى في الموصل، دعا قومه إلى التوحيد زمنا فردوا دعوته وأبوا عليه، فخرج مغاضبا لقومه ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث، قال لهم بعد ثلاثة يوم العذاب بيجيكم. وخرج ذو النون فركب السفينة، فالسفينة مالت بهم دايرة تغرق، قالوا لابد نلقي بعضا منا، لابد ناس ينزلوا، وده من باب العمل بأدنى المفسدتين، بدل يغرقوا كلهم يغرقوا بعضهم. فاقترعوا قرعة، والقرعة لذلك كانت من السنة، الناس لو احتارت في أمر معين تعمل القرعة. فاقترعوا، ربنا قال فساهم
النبي معهم ساهم نزل القرعة معهم، فكان من المدحضين يعني وقعد عليه عادوا وقعد عليه عادوا ثالثا وقعد عليه، فنزل الماء فأرسل الله إليه حوتا كما ذكر ابن كثير في قصص الأنبياء من البحر الأخضر، فالتغمه الحوت وأوحى الله تعالى إلى الحوت ألا تكسر له عظما ولا تأكل له لحما، وقال له إن يونس ليس لك رزقا، قال وإنما بطنك له سجنا، كانت له سجنا، بس ده سجن بطنك دي. فالتقمه الحوت وهو مليم حتى وصل إلى قاع البحار وسمع تسبيح دواب البحار والحصى جوا قاع البحار. في الوقت ذاك في ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت انقطعت السبل، لا سبيل إلا سبيل الله، ولا ملجأ إلا إلى الله، ولا ملاذ ولا مخرج إلا من الله سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، اعتراف بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتوسلا بالتوحيد، أعظم طاعة يتوسل بها بتوحيده، توسل لا إله إلا أنت سبحانك. وهذا تنزيه للمولى عن النقائص، تنزيه له عن الشريك والولد، تنزيه للمولى سبحانه وتعالى عن المشابه وعن الزوجة وعن الحاجة. يعني يا ربنا سبحانك أنت منزه، تكون في وضعنا ده، أنا عبد ضعيف ما عندي حاجة، في بطن الحوت في قاع البحار في تلك الظلمات، سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعتراف بالذنب وبالخطأ. ولهذا من لجأ إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء ربنا بنجيه. ولهذا العلماء قالوا الإنسان يتحرى وقت إجابة الدعوة ويدعو بالدعاء ده في أي شيء من أمور الدنيا والآخرة، ونحن عندنا فرصة كل يوم في الثلث الأخير من الليل عندنا فرصة ندعو الله بدعوة صالحة. أنت قال مشاكلنا دي كلها تتحل، لكن نحن كثير مننا بتزلى قدام المخلوق لكن ما بتزلى لله الخالق. أكلمك النصيحة، في ناس الواحد لو عنده حاجة وغرب عند مدير بتاع الشغل ولا الرئيس بتاع المكتب بتاعهم ولا زول الفوق منه، تلقى مكسور قدامه مدنقر وبيحنس فيه، ونحن ناس مساكين ساي. البني آدم ده ما عنده حاجة، ما تقول له يا أخ ده الجلابي، الجلابي بتاع شنو ده، بني آدم ما عنده لك رزق، ما تنكسر لزول يا أخ، اتزلل لله الخلقك. وأسوأ من ده اللي بيتزلل وينكسر له لزول ميت قبر، زول مدفون مات له سنين في ذمة الله، تلقى واحد جاء واقف قدام القبر وذليل وخاضع وخاشع ويبكي لزول ميت، ميت ما يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، تلقى واقف ويا شيخي وبسألك وبندهك يا أخي، انكسر لي الله يا أخي، والله تنكسر لي الله، الله يجيب لك حاجات أنت ما تتخيل ذاته. ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه، قال من حيث لا يحتسب، الله بجيب لك من محل انت ما خدت في بالك ذاته. هسه نحن لو في محل زنون ده بنعمل شنو؟ ودي تتحلى كيف دي هسه؟ قول كوركتا
لمن حلقة دان شرط البحر لا منو دي جوابة حوت والحوت نزل تحت في قاع البحر دي حلوه كيف لكن ربنا فيه بس اسأل الله قال فنادى في الظلمات ربنا جاب له النص ومرقوا واحد اسا في مقطع منتشر ودعم الفداعي اسلامي والله نزعل نزعل قال تسأل الله المطر والله ما بديك كيف ما بديك يعني وزنون ده لا داو منو لا داو منو اللي خرجوا من الظلمة ومن بطن الحوت ومن قاع البحر برا مرق شكد ربنا سبحانه وتعالى قال فلولا أنه كان من المسبحين زنون ده زمان ما عنده تسبيح وعنده عبادة ورجل صالح ونبي كريم زمان شكد العلماء قالوا عمل الخير حقك انت الزمان في وقت السعة وقت الراحة وانت مبسوط والقروش في جيبك راقدة وأولادك بصحة وعافية أنفق وصدق واعمل صالح وصلي في الجامع وبر والديك واحسن للأمة ده الله بينفعك بيه بعدين وقت تنزرى وما في ملجأ ولا مناص إلا الله سبحانه وتعالى الله بينفعك بيه بعدين شكد ربنا قال فلولا أنه زمان كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه ولهذا قال العلامة السعدي وغيره أن الأعمال في وقت الرخاء تنفع صاحبها في وقت الشدة تنفعك بعدين وربنا سبحانه وتعالى بيوفر الإنسان عمله ما زي البشر البشر ممكن تحسن له ها وحقك بروح لكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الفوائد كثيرة في هذه القصة لكن المنبر الجمعة لا يتسع إلى سرد كل الفوائد أكتفي بما ذكرت وسمعنا وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وقوم إلى الصلاة ارحمكم.